هما اتفضلي يا فندم، سامعك. بعد اذن حضرتك، انا كان عندي بنتي جالها خرطوش في عينيها، ايوه ورحت كشفت لها، فالدكتور قال لي ده العصب متبهدل كويس. والشبكيه متبهدله، فاداها نوعين من البرشام وقال لي استمر عليه ساعه. فانا عايز اعرف يعني لو الشبك متبهدل، العصب لو متبهدل، في امل ولا؟ طيب هو الخرطوش جه في عين واحدة ولا اتنين؟ في واحدة بس، في عين واحدة. طيب وهل هو عمل اختراق للعين ولا لمس في العين من الجنب؟ هو عمل لها كشف كتير كده واشاعات واشاعة. عملتي عمليات ولا لا اول ما لا انا الخرطوش عملت حصل؟ عملية، خيطنا الثقب اللي دخل فيه للبلية، والبلية قال لي مستقرة في قاع العين من جوه، فما طلعتش طبعا. 3 بليات حضرتك. طيب هل بنتك بتشوف نور او ضلمة بالعين دي؟ نعم. بتشوف نور؟ لا ضلمة يا دكتور، ضلمة خالص. ما بتعرفش تميز لو قفلت العين السليمة إذا كان ده نهار أو ليل، مش كده؟ لا هي لو حطت ايدها على العين اللي وجعاها والعين اللي السليمة بتشوف منها عادي خالص، لكن العين الوجعاها ما بتشوفش منها خالص. ما بتشوفش فيها نور أو ضلمة، مش كده؟ هي مرة قالت لي أنا شفت من العين اللي وجعاها دي الضلمة خالص دي، قالت لي مرة أنا شفت ماما زي حاجة شافت كده، بفاش كده بسيط وراح، بس طيب ما فيش حاجة خالص دلوقتي. أرد على حضرتك يا فندم. حاضر. طبعا للأسف الحقيقة الإصابات بس كان عندي المخترقة. سؤال تاني حضرتك ممكن؟ اتفضلي. طب ابني على طول عينه تنزل في الدموع، عنده ورحت كام كشفت سنة؟ له عند الدكتور قال لي ده عايز عملية، عندي انسداد في القنوات الدمعية. عنده قد إيه؟ كام سنة؟ عنده حوالي 12 سنة أو 11 سنة، 11 سنة. وهو من ساعة ما اتولد بيدمع مش كده؟ بيتدمع، بتوعي بيدمع كتير بقى ويفرك فيها، وشكل العين بيتغير، بتقرص، وعند الجفن العين بيتكرمش كده، من ساعة ما والميه اتولد اللي يا فندم بننزلها مش كده؟ حضرتك ميه زي ملسقه كده. من ساعة ما اتولد؟ لا مش مستني طبعا الموضوع ده، حوالي سنه بس. هو قبل السنه ده كان عندي حساسيه في عينه يفرك فيها، بس كل ما اروح طيب اكشف له الدكتور يقول لي دي حساسيه ربيعي، دي ارد اقرب. على حضرتك، ارد على حضرتك سؤالين في مكالمه واحده. ارد على حضرتك. حاضر. طبعا بالنسبه لاصابه بنتك الحقيقه الواحد طبعا بيتاسف وبيتاذى جدا لما بيشوف كل اسبوع في عيادته اصابه او اتنين بالمنظر ده لناس لا ناقه لهم ولا جمل، حد بفرح بيبص من فوق، خناقه فتح البلكونه، ده الاكثر سبب شائع، معدي في الشارع وناس سخنت على بعض وطلعت الخرطوش. الحقيقه يعني والحقيقه بيجي دايما في الشباب الصغير، بنات 14 و15 وشباب نفس السن، وللاسف يعني قد تكون الاصابه في عين واحده، والحقيقه يعني قد يحدث انها تكون في عينين، وبيبقى في مشكله كبيره جدا عندنا. القاعده العامه في الاصابات المخترقه اللي هي دخلت جوه العين او دخلت وخرجت، واحنا بنحجز المريض نعمل له تصليح للجرح اولي ونطمن على سلامه العين، ولو في حاجه في متناول اليد من غير ما نأذي نشيلها في هذا التوقيت. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا في خلال 10 ايام بنقيم حاله العين، نشوف في نزيف فين، نشوف في ميه بيضاء ولا لا، نشوف في الشبكيه اخبارها ايه، في انفصال ما فيش انفصال، الكلام ده كله. ودلوقتي بقينا نبدر في التدخل الثاني او التدخل الثالث، لان احنا بنحاول ننقذ العين قدر الامكان. الحقيقه من الاوقات القليله اللي بنتدخل فيها لو في حاجات معينه في العين كده والعين لا تبصر الضوء الاصابات، يعني ممكن عين يجي لي ما بيشوفش نور بس عنده نزيف شديد في الخزانه الاماميه وفي الجزء الخلفي من العين وانفصال شبكي، واقرر ان انا اتدخل ويرجع يشوف تاني. دي من الحالات النادره القليله، وده يعتمد طبعا على حاله العين الدوره الدمويه فيها ولا لا، حصل انكماش او ما حصلش انكماش. فاحنا برضو عايزين نقيم بالظبط بنتك اخبارها ايه، وان شاء الله كده نتمنى لها السلامه ونبعد عن المشاكل وتقل مشاكل في بلدنا بقى، ان الواحد فعلا زهق من اللي بيحصل ده. يعني الحاجه الثانيه بالنسبه لابنك، ما اعتقدش قوي انه ده انسداد في القناه الدمويه، لان السن ده بيبقى الانسداد خلقي، يعني من ساعه ما اتولد هو عنده شهر بينزل الدموع من عاده في عين اكتر من عين او في عين واحده والعين الثانيه سليمه، بتفك الحاجات دي معظم الاحوال عن سن سنه او 6 شهور. انت بتقولي ان عنده حساسيه، قد يكون ده سبب، محتاجين برضه نفحصه عشان نحط صباعنا على التشخيص المظبوط، هل هو سطح العين ولا هل دي قنوات او مجرى الدموع اللي محتاجه غالبا نحط لها انبوبه لو فيها انسداد، وبنعرف ده بالاختبارات بسهوله ويسر.